لو كان اتحاد كرة القدم المصري في وسط البطولة كده أو بعد المباراة التانية شاف إن فيتوريا لا يصلح لمنتخب مصر وأقاله، زي ما الاتحاد الإيفواري عمل، أقال المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار وخلى المدير الفني أصبح هو المدرب المساعد أصبح مدير فني. من كان سيكون مديرا فنيا لمصر في حالة إقالة فيتوريا؟ وكانوا واخدين يا إسلام كمان ده ساحة العاج طالعة آخر أحسن توالد، آخر 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 يعني آخر أحسن توالد. هي طلعت الأول من البطولة على فكرة، في فرق وقت بسبب الوقت الضايع. هي طلعت الأول من البطولة وروحت ثم عادت البطولة. هدف غانا بالظبط. أستاذ خالد اسمح لي بس ارجع بس للسؤال اللي حضرتك سالته في الاول وهكمل على سؤال الثاني اللي هو هل احنا استفدنا من البطوله ولا لا. اكبر استفاده احنا استفدناها من مشاركه مصر في بطوله امم افريقيا هي الاثبات للناس كلها ان الناس اللي بتدير اتحاد الكره ما نفعوش يجوا تاني. ده رقم واحد، ده اهم حاجه، لان ما بني على خطا فهو خطا. طب كويس يعني بني على ان هم هيكملوا يعني لا 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 سبع شهور اللي جاي يعني الاسبوع اللي فات ما كنتش قادر لو قلت لا ما خلاص هنعمل ايه، ما هو امر واقع. هو الحل الامثل امر واقع، انما هو الموضوع ما كانش مستني برهان او مستني اي اثبات ان الناس دي ما تنفعش. احنا كلنا عارفين الناس دي ما تنفعش، انما النتائج ظهرت على المنتخب سواء من عشوائيه سواء من كمان كابتن اسلام، وده هنجيلها في الكلام ان شاء الله اثناء الحوار، انه حتى ما فيش فكره الكسوف اللي هو يعني عادي اللي حصل ده عادي، لانه بعد يومين ثلاثه بدات الناس تطلع في التلفزيون وتعمل مداخلات ويتكلموا ويشرحوا ولا كان اي شيء حصل. وده وفي التصريحات اتقالت لابد ان احنا نتكلم عنها ونقف عندها، انما زي ما بقول لحضرتك ان اكبر ايجابيه منتخب مصر استفادها هو اثبات للجميع ان الناس دول خلاص انتهوا من ناحيه الاداره، وان تواجدهم هو مجرد تواجد لجزئيه ان هو خلاص بعد الانتخابات بعد الاولمبياد. صحيح. الموضوع متاح. اما السؤال التخيلي اللي حضرتك طرحته واللي كان من الممكن انه يحصل على فكره، بس ما كانش يحصل مع منتخب مصر يعني. ما كانش يحصل مع اتحاد الكوره، انما لو حصل تخيل يا كابتن اسلام ان اللي كان هيدير المنتخب هو الكابتن ايمن عبد العزيز. الكابتن ايمن عبد العزيز اللي بلسانه وبعظمه لسانه يعني طلع واتكلم وقال ان ما فيش حاجه اسمها تكتيك في كره القدم، او 10% 10% كرة القدم كرة القدم لا تعترف بأي شيء خاص بالتكتيك غير ب 10%. الكابتن أيمن عبد العزيز اللي كان شايف إنه مش دور الجهاز الفني للمنتخب إنه يهيئ اللاعبين نفسياً، وإنه هما مش أطباء نفسيين، هما جايين فنياً. طيب لما أنت جاي فنياً يبقى فنياً بتعمل إيه؟ ما هو فنياً يعني تكتيك. إنما ده اللي المفروض لو بالسؤال التخيلي ده اللي المفروض كان هيقود منتخب مصر. طبعا راجل غير مؤهل لمكانه، انما لو جينا نمسك السيره الذاتيه للراجل اللي مسك كوت ديفوار، لا راجل تدرج واخد كان موجود في نيس، كان تدرج في التدريب سواء من المراحل السنيه المختلفه، مسك منتخب الشباب، طلع على الاولمبي، بقى مدرب مساعد للمنتخب اللي موجود. فالراجل عنده خلفيات، الراجل عنده احترافيه، عنده تجارب كتيره جدا. انما احنا لما بنختار يا كابتن حشيش بنختار ازاي؟ ازاي كده اهو ازاي يا استاذ بالواسطه كده اهو اللي هو ايه بالحب بالتوازنات للدرجه اللي هو لك هات واحد اهلي وواحد زمالك يعني مفيش حاجه في الدنيا اسمها هات. تعرف مين بكره مدرب منتخب مصر؟ مين بكره؟ لا مع كابتن حسام وكابتن طارق سليمان. لا ما اعرفش انا ما يدور هو لسه ما فيش اعلان رسمي كانوا بيتكلموا فيها يا كابتن اسلام. لا في ما يدور اللي خالد بيقوله هي عايزينها قسمه غرماء بين الاهلي والزمالك. هما كانوا في الاول يعني بدل واحد كبير نفكه